المنطقة. التدخل يعني ديال القوات العمومية. إذا على الحرائق تلتهم غابة تارية، يعني تجدد الحرائق يعني بعد خلال الأيام الماضية، حيث أثعل مساحات غابة وهي شاسعة، وكذلك قامت يعني تم تهجير السكان وأهالي المنطقة اللي أصبحون في عداد المفقودين. والآن تجدد الحرائق، الآن يعني هناك حرارة يعني اشتدت، يعني هناك الآن تدخل، الآن كنلاحظوا الحرائق اللهم اجعلها بردا وسلاما على أهالي المنطقة. يعني كنلاحظوا تجدد الحرائق وتدخل لتجندت القوة المدنية يعني في من أجل إخماد الحرائق في دوار تالية بجماعات القلة. الله أكبر. إذا كنلاحظوا الآن تدخل لقوات المدنية، الوقاية المدنية، لإخماد الحرائق التي تشد يعني، وسحب كثيفة تغطي المنطقة، سحب كثيفة تغطي المنطقة. الله أكبر. اللهم اجعل أهل البرد والسلام على أهل المنطقة. ورياح قوية تهب، رياح الآن قوية رياحية، ما زال يعني بإمكان قوات المدنية من أجل محاصرة هذه النيران التي بدأت تمتد وسط غابة دوار تانية بجماعات القلة. أما الإنعاش الوطني كذلك يساعدنا الوقاية المدنية من أجل التدخل يعني في إخماد الحرائق التي بدأت ألسنتها تمتد وسط الغابة الآن. الوقاية المدنية هناك حرائق تشوف في مطار تانية. اللهم بارك لنا وسلم على سيدنا، اللهم بارك لنا وسلم على سيدنا. إذا تبشر القوى المدنية بإقليم العرائش بمساعدة قوى الإنعاش الوطني، يعني هناك نيران قوية ساعدتها الرياح من أجل امتداد يعني نتمنى أن تحصر يعني قوات المدنية. ندير فيديو عبق هذا، عرفتي الله يمكن تبغيه. كنلاحظوا يعني هناك صعوبة يعني في تدخل توفير جميع الوسائل الإنقاذ، بحيث أن كانت هناك نظرة استباقية من أجل محاصرة النيران التي تمتد في دوار تارية بجماعات القلة. يعني هناك توفير شاحنتين بالإضافة إلى قوى الإسناد من قوى المدنية في طريق القصر الكبير في اتجاه الشاون على حوالي مسافة 50 كيلومتر من مدينة القصر الكبير. تم قطع الطريق، يعني طريق يعني الآن توقف حركة السير بالمدينة من أجل يعني محاصرة هذا الحريق الذي بدأ يمتد في اتجاه الشرق. لا تساعده قوة الرياح يعني الشرقي. تفاعلوا. شوف العافية راه مشات، العافية مشات هكذا من هنا العافية مشات هكذا. إذا كنلاحظوا بأن النيران يعني كانت بدأت دائرتها تتسع شرقا، بحيث يعني أحيانا بواسطة الرياح اللي كتنقلها، ولكن لحسن الحظ أن المنطقة يمكن محاصرتها، لأن هناك يعني مساحات أخرى التهمتها غابة في الأيام الماضية. قوات الإنعاش الوطني تساند قوات المدنية، رجال الوقاية المدنية. الإنعاش الوطني لإقليم العرائش، يعني هناك جميع نعم الشفا المراكشي، نعم يمكن انتم كتدخل يعني رئيس قناة الإنعاش الوطني. نعم اللي قام بهذا الواجب هذا. نعم الإنعاش. نعم، وكيفاش كتشوف هذا الحريق دابا اللي ما عمرش شفناه بحال هذا، ولكن
الحمد لله غنتغلبوا عليه ان شاء الله. تغلبوا عليه تحاصروه يعني؟ يعني هناك امل يعني باش تطمئن السكان بان يتم محاصره، لان في الجانب الشرقي الحركه اشتعلت وديك الشيء دابا باقي عجز من الغابه يعني، ولا اشتعلت فيه النيران. حنا محاصرين ان شاء الله. نعم، تدخل يعني قوات الانعاش الوطني اللي كتساند القوات المدنيه ميدان العرائش بقياده تحت اشراف الرئيس اللي هو كولونيل كولونيل انعاش الوطني المراكشي شاف المراكشي. اذا هناك دعم ومسانده لقوى الانعاش الوطني باقليم العرائش، لقوات المدنيه، قوات رجال الوقايه المدنيه. هناك تدخل ومسانده ودعم، يعني هناك تم توفير جوج ديال سيارات، يعني جوج شاحنات ديال نقول الوقايه المدنيه، وكانت هناك يعني نظره استباقيه بحيث ان كانت قوى المساعده كانت مرابطه بهذه الجماعه، يعني تحسبا لتجدد اشتعال الحرائق. بدوار تاريه بجماعه القله. جماعه القله صافي. جرتوبو عندك جرها من وين؟ من وين هي؟ شاف اذا كنلاحظوا بان هناك صعوبه المنطقه التضاريس ديالها، يعني كتعوق يعني السرعه ديال التدخل، وكذلك بالنسبه للتجند فرق الانقاذ لاجل يعني حصر دائره الحرائق. يكون خير ان شاء الله بحول الله. يعني هناك وعود يعني باش تم محاصره الحريق بحول الله، خاصه ان هناك الجزء الشرقي من هذا تسبق له شعلت فيه العافيه، يعني وعاد توقفوها منه ولا تعاود تشعل. هو طفى يعني تم الحرق ديالها. النيران اخويا ما عمرها كانت الصراحه شفنا العواد، حياتي كامله شفنا هاد العواد، وخدمنا في العواد وطفيناهم تغلبنا عليهم، ولكن هذه اخويا غنغلبوها وان شاء الله غادي يعاوننا الله وغادي نتغلبوا عليها ان شاء الله بجهد الله. إذا لازرة الحرق تنتقل من مكان إلى مكان داخل غابة تارية في منطقة معروفة بقشيتلا هكذا يعني الآن، ولكن قوات التدخل للوقاية المدنية تحاصر امتداد الحريق، والآن يعني هناك فرق داخل الغابة تقوم ب يعني محاصرة ألسنة النيران واللهب التي تمتد وسط الغابة، وتشتعل من تنتقل من مكان إلى آخر. إذا هناك كما صرحوا لنا يعني يعني قوة الإنعاش الوطني، يعني تمت يعني هناك يعني طمأنة بأن تمت محاصرة هذه الحرائق التي تجددت اليوم منذ الساعة السادسة يعني من يوم الخميس، بعدما كانت توقفت يعني لفترة أكثر من أربعة أيام، بعدما كانت اشتعلت يعني وتسببت في أضرار خطيرة كبيرة للساكنة، وأصبح دوار تارية في عداد المفقودين يعني تعرض لخسائر يعني كبيرة فلاحية، وكذلك على مستوى يعني سواء أضرار أصابت المواشي وكذلك المحصول الفلاحي للمنطقة. لاحظوا الأدخنة تتصاعد وألسنة اللهب تتمدد وسط الغابة، وسط يعني تدخل القوات المدنية، يعني خراطيم المياه داخل الغابة، وتجند يعني لوجيستيك من ثلاث شاحنات بالإضافة إلى تواجد يعني إدارة. لاحظوا الحرائق، لاحظوا وسط الغابة يعني تساعدها شدة الحارة، وكذلك الرياح حتى هي كتساعد، الرياح متقلبة حسب يعني خبراء يعني اللي كيعرفوا يعني هاد الرياح كيف تساعد يعني على تنقل الحرائق وسط الغابة.
بقيت النيران تزداد النيران تزداد. بالنسبه نتوما كساكنه دابا باش كطالبوا بهاد النيران هذا؟ ما انا دابا ما عندي باش نطلب، ما طالب الله سبحانه لا اله واش غتطلب؟ ما عندك ما تطلب، طلب من الله سبحانه لا اله صافي، هذا الشيء اللي كاين. اش غتطلب؟ طلب السلطه ما نعطيك والو، طلب شي حاجه ما انت حتى شي حاجه صافي. إذن هاد الأشجار اللي كتشعل فيها النيران الآن هي معروفة بأشجار التلم، أشجار التلم غميق، البلوط الأخضر، البلوط الأخضر. وهذا البلوط الاخضر عنده واحد الخصائص، يعني ملي كتشعل فيه العافيه المتكيه ديالك كيفاش كيتم تجهيد بحال ليسانس كيكون كينتقل يعني بسرعه عن طريق نعم. بحال شي كومه ديال يعني بحال الزواحف، بحال يكون سيبتي شي كره بحال سيبتي شي كره، سيبتي شي كره هكا مثلا من الشنطين تحت عنده بحال والو سيقفات يجين هذا، يعني بحال ليسانس هو كما قلتي لي سبتي بليسانس ملي كيشتعل يعني عنده سرعه ديال الاشتعال وتنقل نعم. يعني بسرعه بسرعه نعم. وكيفاش انت تبعتي هاد الحلقه اللي وقعت في تاريخ الاسبوع الماضي في الحقيقه واللي تحققت فيها؟ ما كملتش 24 ساعه حتى كانت من هنا لواحد البلاصه اللي قوها الحمه، يعني كانت قويه بزاف قويه بزاف صافي في البلاصه بحال برق نعم، دارت بحال برق دارت في بلاصه كانت. وشنو هي العوامل اللي ساعدتها يعني باش انتقلت؟ ما ساعدتها واحد، كانت الريح والحراره بزاف، الحراره والصافي هي كاينه يعني، ودخلت قوات ديال لا 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 ما كاينه، كانت بسرعه يعني انتقلت بسرعه خطيره يعني تهمت الغابه والو ما كاينه لا يعني، وبقات المده يعني هي كانت شعلت الخميس. شحال بقات وهي شعله؟ نهار اللي شعلت الخميس الى يوم من هذا، الى يوم من هذا وهي باقا شعله. اذا دابا خمس ايام يعني وهي مازال الحرائق محرقة الشاي يعني، والدوار اصبح يعني دوار تاريه من كوبين يعني ضرت الماشيه والفلاحه. السكان ما باقي تما حتى واحد، راه كلشي راه في المدينه هربناهم من العافيه. هاد الديار بقاو خاويين، اللي تحرق تحرق واللي مازال هدر حفظ الله حفظ الله. نعم هاد الشيء اللي كاين زي نعم، وما كانش يعني حقيقه ما كانش خسائر بشريه يعني ما حتى واحد. لا خسائر بشريه ما كانتش حنا في بلادنا خالص يعني. وكيفاش واجهتوا انتم هاد الحريق وديك الشيء؟ كيفاش واجهتوا؟ ملي كانت هنايا وشفناها طالعه بواحد القوه يعني ساخنه هربنا الناس، هربنا الوالدين اللي عنده شي حاجه. اذا انت عطيتي المعلومه بان قلتي لي من ذاك الوقت كانت وقفت الحرائق كانت وقفت الحرائق توقف هنا، ولكن هي عادت النهين عاود رجعت دارت. دابا ولات عاوتاني ولات رجعت اليوم اليوم عاد رجعت اليوم عاد ولات شعلت. لا البارح وهي شعله هنايا. البارح ودابا هنا راه عندنا دابا ثلاث ايام وهي شعله في هذا المكان الثاني يعني. من نهار الخميس كتفاوت ولي تشعل وكل مره كتشعل يعني نهار الخميس شعلت هي في ماتشر صافوها البدايه ديالها، ومن ثم مشات قطعت عليه السرف فهمت. الحريق هذا؟ هذا الحريق هذا كنشوفوا سيدي فهو خطير علينا، وكنتمناو من الله سبحانه يحبس هذا الآفة. نعم. لاحظوا في وسط الغابة تشدت يعني، وهذا الشرقي مساعدها. هذا دابا الغربي اللي مساعدها. الغربي والريح قوية، الريح الغربي قوية يعني الريح قوية كتساعدها. لاحظوا يعني بكيلومتر تمشي في الساعة فهمتي بكيلومتر يعني. وكما قال كاين عوامل الرياح بالإضافة إلى الطبيعة ديال الأشجار اللي كيسموها هما أشجار البلوط، يعني هذه كتكون عندها سرعة الاشتعال والتنقل يعني شبهها يعني بليسانس يعني ملي كي السرعة ديال الاشتعال ديالو والتنقل. لاحظوا كيف تساعد الرياح لهذا على تنقل الحرائق. نتمنوا من الله سبحانه يوقف هذا الألم. إذا تدخلت طائرة كندير ويعني قامت بإخماد الحرائق التي اشتعلت قبل قليل، وتجددت الحرائق بمنطقة أو بدوار تريا بجامعة القلة. كذلك لا زالت ترابط بعين المكان
القوات الحمايه او الوقايه المدنيه